وجهت وزارة التنمية المحلية برفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظات لمواجهة موجة الطقس السيء والرياح المثيرة للأتربة وسقوط الأمطار التي تتعرض لها المحافظات خلال ال 24 ساعة القادمة. كلفت الوزارة غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالتنسيق المتواصل مع غرف عمليات المحافظات للتدخل السريع لمواجهة أي طوارئ وتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء في هذا الشأن.